عندينا يجي الولد وفي يده نبوته، من يوم ميلاد الولد والحد يوم موته، ياما في العوايل هوايل بتعدي بالعزوة، واللي يفوت عزوته قطر الحياة يفوته. كل الجراح بالصبر يا ولادي بكرة تطير، جينا الحياة عالشقا وكبرنا عالتحطير. هو الزمان ده كان له نصيب فينا، ولا احنا يا هلا الله لينا بزماننا نصيب؟ أنا يعني مهما أتشكر لكم للكرم، كل حد فيكم من أكبر واحد بالكبار في السن، بالعيال، بالستات اللي ضيفونا وطبخوا وعزمونا ودخلونا بيوتهم، الكرم اللي بنسمع عنه من الصعايدة واللي بنشوفه في الأفلام قليل اللي أنا شفته النهاردة. والله إحنا حسينا إن أنت مش من على بحري، إحنا حسيناك إن أنت منينا يعني؟ أنا منكم. والله العظيم يعني مش من بحري ولا من القاهرة ولا من أي شيء. والله يرحم والدتي. الله يرحمها يعني. والله يرحم والدك. الله يبارك لك. من ساعة ما جينا وإحنا بنسمع عنه حاجات زي الأساطير. الله يبارك لك والله يا أستاذ. ونعم الخلف. الله يبارك لك يا أستاذ، والله ده كله من كرمك والله. عمدة محي، إحنا النهاردة هنكلمك عشان موضوع التحطيب ده، إيه معنى التحطيب بالنسبة لك؟ التحطيب دي ليه قانون وليه احترامه. إيه قانونه وإيه احترامه؟ قانون اللعبة دي طالما أنت نزلت فيها في اللعب مش ليك دية فيها يعني، لو أنت اتخبطت أو اتعورت أو أي شيء ماليش، مش ليك فيها أي حاجة، حتى لو مت تموت برضه محدش. أنا سمعت إن اللي بيموت من التحطيب ملوش دية. ملوش دية فيها دي. طبعًا إحنا هنا بنجيب الناس لحبايبنا زي اللي أنت شفتيهم دول، بنيجي مثلا في افراح، في مولد، في اي شيء بناجي بندي برضه الاحترام، الكبير الاحترام والصغير الاحترام والعصايه الاحترامها. والعصايه اصلا ليها اصول يعني، ليها اصول في اللعب نفسه زي ما انت شفتي برضه، في السلام وفي السده وفي دي وفي دي وفي دي، بتبقى مع 100 محبه. حتى لو انا مثلا الاكبر مني جاب فيها دور او باب، انا بستقبل باب يعني نقطه جت يعني فيك. مثلا جت في راسي، جت في جنبي، جت في رجلي. هو كل الحركات دي عشان اللي بيحطها بيحمي راسه. ايوه عشان يقدر يجيب حاجه. هو اهم حاجه في البني ادم كله الدماغ راسه، يعني هو لو جاب حاجه تحت مش مشكله. طب خلينا واحده اصولها دلوقتي، مش زمان عشان اكثر اصولها دلوقتي ان انا ما اعورقش. ايه الاصول؟ ايه المفروض اعمله؟ الاصول اللي انا لما اجي العب معاك عادي اشيل لك اشاره، ان انا مثلا حبيت مثلا اجيب فيك دور او اعمل فيك اي حوار أشرها لك إشارة، مش أجيبها، مش أموتها. مش أموتها. حاجة خفيفة، حاجة كده اسمها علام يعني، أوريها لك راحة كيف وجاية كيف. وطبعا في وشفت واحد فيك وعمل كده في التاني ضحك والتاني ضحك. أيوه. وبعدين حتى برضو لو تعوروا مع بعض أو ضربوا بعض في الآخر بيصالحوا بعض. مفيش حكم عشان الدنيا ما تشدش. لا مفيش غير اللي هو إيه، يكون مثلا صاحب الفرح زي حالتي أنا مثلا، قاعد فاهم العصاية إزاي، فاهم اللعبة إزاي، فاهم الدخلة إزاي. أول ما أحس اللي ألقاها بقت في هجوم على بعضهم بخش اتدخل انا، فهماني، واقعد وسطيهم واحجسهم. بيجوا في اللحظه دي بيتفصلوا من هنا ويتفصلوا من هنا، فهماني ازاي؟ ويبقى كل واحد ايه يشوف غيره برضه، ويبقى في اثنين واقفين عايزين برضه يلعبوا. وبعدين هنا اللعب حاليا الدور يروح للي بعده. للي بعده دلوقتي حاليا اللعب، يعني اللعب انا مثلا نفسي العب مثلا مع الرايد ده، بعمل له كده بيقوم الرايد، بلعب معاه، بننزل، يبقى في احترام. حتى لو ما تعرفوش. حتى لو ما عرفوش. بس هي اللعب، بس هي اللعبه دي مع كتر اللعب فيها بيبقى في تعارف. ايه قوانينه؟ ايه اعرافه؟ والله قوانينه اهم حاجه الاحترام. الاحترام. اهم حاجه احترام اللعيب، يعني الشخصين اللي بيلعبوا مع بعضهم يحترموا بعض. ده اول حاجه. ثاني حاجه فيها برضو فيها احترام في بدايه العصايه. ايه بدايه العصايه؟ يعني مثلا واحد كبير زي الناس اللي انت شايفاها دي، ما عمري ما ارفع عصايه من قبل ما هو يرفع العصايه. هو يرفع الاول. هو يرفع وانا العصايه ارفع الأول. وبعد كده نرفع معاه. هو مثلا بيقول لي مع احترامه الكبير، الرجل الكبير، يقول لي اتفضل عند الزمار. يعني معنى اتفضل عند الزمار يديني احترامي اللي انا اروح اشغل الزمار، اقول له اللي انا عاوزه. اعمل لي مثلا كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. اعمل الاغنيه الفلانيه، تحمس اللعيب. عشان العب بيها. انا الصغير اللي انا بلعب معاه، الرجل الكبير اللي انا الصغير معاه، بقول له لا اتفضل انت احد. بيروح هو. فاهمان ازاي؟ بنيجي هو طبعا في لعب العصايه، العصايه بكون تحت الاول، عمر ما ارفعها قبل ما هو يرفعها. طب وتجيب في نقطه الاول؟ رفعها وقعدنا نشال ما بعدين مسكين العصايه كده، مسكين العصايه ما لفش، ما تلفش. ابا ماسك العصايه، هو ماسك العصايه، لازم هو يلف الاول. دي اصول اللعب والادب. فاهمان ازاي؟ لف هو الاكبر مني ده، انا لف وراه، الف وراه، جايب معي شمال، جايب معي يمين، انا اتلقاه.
عمر ما يجيب معاه عصايه. تجيبش معاه باب؟ لا ما يجيبش معاه باب خالص. اللي هي النقطه يعني. اللي هي النقطه دي، فاهمان ازاي؟ ده في اللي بيكون في مناسبه الافراح. ليه راي ضيف عندي، فاهمان ازاي؟ اما لو في موالد ولقينا العين مش عين ستره زي ما بيقولوا ولعبنا. عين ستره آه يعني عينه بكحه يعني. اه عينه بكحه مثلا، ده هو ايه؟ غدار مثلا في لعبه، حرام في اللعب بتاعه جوبا كده. غدار بيبان. يعني يسيبك تتلفت ويروح ملفي. ممكن مثلا يدالك شمال يدالك يمين، يمين يدالك شمال، ممكن عورك تحت عورك فوق. مش تلقى انت طبعا دي ايه؟ دي حاجه مش مطلوب. مع ان كل التحطيب اللي احنا بنشوفه عندنا في التلفزيون على طول اللي بيغدروا وبيجيبوا في بعض. اما انا مثلا بلعب مثلا مع خالد، بلعب مع محمد، بلعب دي اداني عصايه بتلقاها، اديته عصايه بتلقاها عادي بالحب وبالاحترام والكلام، حتى لو تعور، حتى انا برضه لو انا برضه اتعورت ما فيش مشاكل فيها. ليه؟ بيبقى ودي وبيبقى محبه، ممكن غلطه عصايه، ممكن غلطه دي، ممكن غلطه دي، فاهماني؟ تبقى الامور ايه؟ تبقى الامور عاديه يعني. سمعت ان انت فارس ممتاز. الحمد لله من زمان. بالمرماح وكل حاجه وكمان التحطيب. آه. ايه اقرب لك؟ انا اللي احبها قوي قوي واحب العاب العصايه. العصايه. انا على ابويا اصلا بلعب العصايه. هتكلم بقى دلوقتي يا عمده مع على شويه العادات والتقاليد، فهنقول بقى الاستاذ احمد. استاذ احمد النجار ينضم لنا. مش مشاكل. كنت بتكلم معاه وقال لي حاجات جميله قوي نفس الناس تعرفها. ده ابن عمي ده واكبر مني في السن وبرضه احترامه فوق راسي يعني. جميل. عايزين والنبي الله يخليك تقول له ايه. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا بيك. شكرا جزيلا ان انت انضميت لينا. الله يخليك، ده شرف لينا حضرتك. الله يخليك. والله والنهارده انتوا يعني نورتونا وكان يوم عيد بالنسبه لنا. واحنا كمان. والله. امتى بقى العيل من دول يخش فيه احساس ان في كبير وما نخبط؟ يتربى على القوانين دي من هو وعنده سنتين ثلاثه، اول ما يعرف ينتبه. احنا بنصطحبه معانا في حدث زي ده كده، بنصطحبه معانا يقعد على الدكه دي ويتفرج يا ابني شوف كذا. يعني العيال دي كلها مسيرها في يوم هتبقى كده. اه لازم، ولو ما بقاش كده يتعاقب. ما احنا كنا كده اصلا. اه كلنا كده. احنا كنا كده بس احنا كنا غويين كده. هو ما ينفعش الدنيا تمشي طبعا تبقى سهله خالص. لا. هنا في الصعيد ما ينفعش ان احنا نبقى قاسيين بالشكل اللي هو نخلي الجيل يكرهنا او يعني ينعزل او نعمل حاجز ما بيننا وبينه. لازم بس في احترام. لازم الاحترام. في قواعد معينه، عادات وتقاليد لازم تبقى ثابته موجوده. يعني الاحترام لازم يبقى موجود. طبعا الاحترام مفيد. الاحترام. ما فيش تحدي. ما فيش. والاعراف مفيده طبعا. بس مثلا ليله زي دي ما تاخذنيش، يعني انا واحده ست قاعده في وسطيكوا عشان انا غريبه وانا مذيعه، فانا قاعده في وسطيكوا وشايفه ومبسوطه. تمام. الستات ملهاش نفس يعني تتفرج على الحلاوه والجمال ده؟ سيدي هي الستات بتتفرج، وحاليا هنا عندنا في الصعيد في مساحه من الحريه طبعا. الناس دلوقتي بدات يعني الست بتروح تشتغل وبتروح. في ناس متعلمين كتير قوي انا قابلتهم. كتير. بس احيانا بيبقى يعني وضع بعض الحواجز بيبقى مفيد للحياه، بس ما بنمنعش. يعني حضرتك النهارده لو بصيتي كده على الخلفيه هتلاقي جنبنا كده في الخلفيه كلها بيبص. في ستات واقفه بتبص وبتبص. اخر سؤال عايز اساله لك، ايه ميزه المزمار للتحطيب؟ ليه مهم ان يكون في المزمار في التحطيب؟ هو مش كل زمار يزمر. كل زمار يزمر. هو عم عبد الله الصراحه تبارك الله عليه بيديك الروح بتاعت العصايه، يخليك تلعب. راي محترم بيديك اللي انت عاوزاه، وراي بيزمر صح زي ما انت سامع كده، تمام. وراي يعني ما عندوش افتراء ولا عنده شراع الحياه ثاني. في ناس تراع لله للنقطه، هو ما عندوش الكلام ده. فنان راي بيطلع اللي عنده كله. الناس بتحبه قوي ما شاء الله. خلاص. أنا نفسي بقى أروح أتكلم معاه. اتفضلي. شكرا جزيلا. التحطيب واحدة من أشهر الألعاب الشعبية اللي بيمارسها المصريين. باحثين كتير قالوا إن أصل اللعبة يرجع لعهد الفراعنة، وبيستشهدوا بنقوش لقوها محفورة على جدران كتير من المعابد بتصور مشاهد لجنود مصريين بيتبرزوا بالعسل. وده بيقول إنها كانت في الأصل لعبة قتالية، لكنها مع مرور الزمن بقت واحدة من الألعاب الاستعراضية الشعبية خصوصاً في الصعيد. بتجمع حلقة التحطيب بين الخفة والرشاقة، ومعاهم الخداع والمكر. ولازم المتنافسين يكونوا حريصين على إن ما يسيبش أي حد منهم أي أذى، وكفاية إنه يلمس جسم المنافس بخفة فقط لا غير. المهم إن المنافسة تكون ممتعة
واللعبة شريفة. يا مرحب يا عم عبد. يا مرحب بيك وشرفت الصعيد من أول الصعيد لآخر الصعيد. شرفها بأهلها شرفا. يا مرحب يا مرحب. الرئيس عبد الله بتاع المزمار البلدي. لفيت العالم كله أنا. أنا حاسة إن أنا شفتك في فرنسا. أنا رحت فرنسا كتير. فرنسا وإيطاليا وأمريكا. في العالم في المعهد العالم العربي. معهد العربي بيت العرب. أيوه. بيت العرب في فرنسا. ده غنت فيه فيروز، غنى فيه عبد الحليم حافظ. كله أيوه. متقال. الرئيس متقال ايوه خش برضه فيه اشتغلنا فيه بيت العرب برضه فيه. انت اشتغلت مع الرئيس متقال؟ اشتغلت مع الرئيس متقال هناك. بقالك كام سنه في الكاردة؟ في الكاردة بتاعي يمكن 52 سنه. والدك كان برضه بيشتغل؟ والدي برضه كان يزمر برضه. جدك لا؟ لا جد برضه، ما هو خيطه من الجد. هو زي ما في عوائل تحطيب في عوائل موسيقيه. ايوه طبعا لما يطلع الواحد طبعا يلقى ناس بيشتغلوا مزمار البلد دي رح يتعلم، لازم يتعلم مثلا. ده المزمار بتاعك؟ ده المزمار دي. ده عامله فين؟ عامله فين يا عم عبد الله؟ ده معمول في مصر فرعوني. ده ما هي المزمار فرعوني. فرعوني يا جباس. والتحطيب فرعوني. والتحطيب فرعوني. ما هتعيش من بعضيهم. الفرعوني ده طبعا المزمار والخيل وكل دي. ده مخروط. مخروط ده يروح له مخرطه. مخرطه فين؟ في مصر. نجيب الحاجه دي طبعا نركب لها دي، ده اسم اللازق. اللازق ده يركبني لولا دائما تدورش دي. ولولا دي ما تدورش دي. صعبه قوي. صعبه كله، هي لازم كله شغله صعب. الخشب ده ايه؟ الخشب مشمش. مشمش. خشب مشمش ده خاصه. في ليله زي دي لقيت الرجاله وهي بتعمل قبل التحطيب بيجوا لك يحيوك بالعصايه يقولوا لك حاجه، اللي عايز يسمع الموسيقى دي، اللي عايز حماس اكتر. ايه كل إيه؟ واحد ليه لون. يعني مثلا واحد عاوز صابر، عاوز تنعيم، عاوز كده كده. يعني ايه صابه وتنعيم والحاجات دي؟ دور صابر دي صابر على بالوجه. ايوه ده طبعا ده الدور لوحده طبعا في التحطيب. ايوه وفي دور ثاني الواحد مثلا الجهيني المزاوي العصاية، اساس العصاية مزاوي الجهيني. يعني ايه الجهيني ده؟ يعني التحطيب حلو، يعني يخلي الريل ترفع لفوق. اه كلها موسيقى حماسيه. اه عليها حماسيه. أنا اتبسطت قوي يا عم عبد الله. ربنا يزيدك ويزيدك فن ويزيدك محبة الناس كلها. آمين آمين. الله يكرمك بالصحة إن شاء الله. آمين يا رب. بشكر لك جدا جدا والله يخليك. يعني فعلا يا عمده محي كان يوم جميل جدا. انتوا شرفتونا. ولجميع اهل الشيخيه اللي اكرمونا وشالونا على راسهم من فوق. الله يبارك لك. الله يبارك لك. والله ده من ذوقكم والله العظيم. وكل واحد فيهم عنده حكايه يقولها وعنده تاريخ وعنده طاقه كده حلوه، كل حاجه حلوه. الناس دي كلها اللي شايفاها دي كلها بصي كلها مدعوكه ببعضيها، كلها ناس بعضيها. اللي عم اللي خالي النسيب اللي صاحب اللي بصي ما فيش حد من الناس دي غريب من 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 الثاني. هنسيب لك بقى تذكار صغير مننا زميلنا عبد الله. شرفنا والله. بياخد دايما بورتريه للناس اللي بيستضيفونا او بنستضيفهم. تعلقوه بقى عندنا وتفتكر اليوم ده بيه ان شاء الله خير باذن الله. ما فيش سقفه كده ولا حاجه ولا كبير. ولا حاجه كده تفرح. زمار في ملد الحياة والدنيا دوام، واللي يعيش بيشوف من الدنيا دي ياما. العدل سيف والزيف لوع القلوب سلطان، واللي زهد دنيته يحكم بأحكام. احذر عدوك كل يوم مرة، واحذر صديقك كل ساعة ألف. انت تخاف الضربة من برة، والضربة تيجي للأسف من الخلف. قلبك دليل طوعه واستفتيه، يمكن يدلك على اللي نفسك فيه. اللي معاه ربنا نور ربنا في قلبه، لعمر شيء يغلبه ولا حزن يوم يطفيه.